يا خانم سويت لك بيض غير شكل. عن جد الريحة طيبة وبتاخد العقل. ميسون انت بنت بسبع صنايع والبختي ضايع. شكرا يا خانم. فتون شو رأيك أعمل لك سندويشة من هي تبع الأشقوان والمرتبة؟ عملي عملي لا تضحكي علي، أنا هيك بحب آكل. لك على هالمنظر شو بدك فيكي؟ ميسون اعملي لي قهوة بسرعة. يا خانم شو بدك يعني أعمل فيها؟ هدي أعصابك وما تعملي شي، خلينا نكمل فطورنا ماشي؟ يلا شو صار معك؟ يا الله قومي واعملي لحالك، ميسون ما بتشتغل عندك فهمتي؟ لك انت ليش هيك عملتي؟ اسفه كثير بدون قصدي. بدون قصدك ما ولا يهمك يا خانم، انا بنظف خليكي رايقه. روقي فتون، خلص روقي فتون، روقي فتون، روقي فتون. صحتين وهنا على قلبكم. غبيه حقيره. مرحبا فتون خانم، بدي اياكي تبعتي المقال الخاص بالمعرض تبع امبارح، وشكرا دينيز. اتركي من ايدك، روحي على شغلك هلا وانا بكمل الباقي. ايه يسلم ايديكي ميسون. يلا انا لازم اشتغل. مرحبا فتون خانم، بدي اياكي تبعتي المقال الخاص بالمعرض تبع امبارح، وشكرا دينيز. وين دفتر ملاحظاتي؟ مثل الهبلة، كيف بنسى الدفتر تبعي بالمعرض؟ شو بدي اساوي هلا؟ دقيقة لشوف شو رح جاوب. دينيز خانم، رح أكتب المقالة رفيف انت شو عم تساوي؟ شافت عينك والله. أنا عم حاول اشتغل، مانك شايفة؟ ما بيهمني إذا اشتغلتي ولا لا، انت هون قاعدة ببيتي. رفيف منتبهة انك عم تحطي صورك وبنص بيتي؟ لك بس فهميني انت شو طينتك؟ ليش هذا ما بيكون بيتي انا وجان؟ علقت صورتنا انا وجان ببيتي انا وياه، وين المشكلة فتون؟ هاي مانا طبيعية، اكيد مجنونة. Benim de ilk girer girmez dikkatimi çeken oldu. Ya ben de bunu yerim burası. La wen futu. Ana talaa Meysun. Rahi al kafe el qareebe min hon. Lazim atla. Lanu andi shughl kteer. إذا تركتينا لحالنا ممكن نموتها. ميسون روحي أنت على البيت، أكيد أهلك بيكون انشغل بالهم عليكي. اهربي وانفدي بجلدك. ماشي هلأ بخلص شغل المطبخ وبنفد بجلدي. ميسون
ييه، أنا شغلي لفوق راسي والحية الصفرة بدها تجاكرني. ما كان ناقصني غير رفيف، لك ما كان ناقصني غيرك أنت ومجاكرتك. لك أنا نسيت ابعت للإيميل لدينيس خانم. إيه عفوا، بدي أسألك شو كلمة السر تبع الإنترنت؟ كوفي 2012. إيه شكرا لك. مرحبا دينيس خانم، لا تأخذيني ما قدرت رد عليكي فورا. عندي مشكلة بالنت بالبيت وعم بشتغل برا، رح أبعت لك المقال بأسرع وقت. احترامي لك، شكرا. فوتون خانم، دفتر حضرتك ضل بالمعرض مبارح المساء. إذا كتبتي لي عنوانك الحالي ببعت لك إياه عن طريق البريد. وشكرا، عم بستنى الرد منك. دفتر حضرتك ضل بالمعرض مبارح. ييف والله تبهدلت. لك رح يقولوا إنه دفتره ما أنا عارفان تدير بال علي. بعتي لي عنوانك. عفوا سؤال إذا سمحت، بدهم يبعثوا لي شغلة لهون، شو العنوان الكامل إذا بتريد؟ شارع كروبيريك رقم 47. طيب شكرا كتير. عفوا يا خانم. بدياكي تجي لعندي لو سمحتي. تفضل مراد بيك. بعتي لي الدفتر على هذا العنوان فورا. حاضر استاذ. والغي لي اجتماعاتي اليوم، طلع عندي موضوع مهم كتير. ماشي هلا بلغيهم كلهم، ما تاكل هم، عن اذنك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.